ما يخفاش عليكم هذا المهرجان تزامن مع الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية أول نوفمبر، ويندرج ضمن تعرف شبابنا على المناطق اللي يزخر بها الوطن تاعنا، بحيث كل ولاية لديها عادات وتقاليد ومناظر سياحية، وبالتالي هذه فرصة لتلاقي شبابنا في ولاية الواد للتعرف على ولاية الواد، وكذلك التعرف على عادات وتقاليد وكل الإنجازات والمرافق الموجودة اللي في خدمة شبابنا في إطار السياحة الشبانية المتواجدة عبر كل الولايات. جينا من تلمسان نعرفوا بالعادات والتقاليد تاعنا تاع تلمسان، وجينا نتعرفوا على مدينة الواد باش نتعرفوا على التعادات والتقاليد تاعهم والمناطق السياحية تاعها، ذكروها لنا بزاف. وجينا ثاني باش نعرفوا على العادات تاعنا والتقاليد تاعنا مناطق أخرى ولايات أخرى اللي ما يعرفوهاش. وين جينا إلى ولاية الواد للتعرف بعادتنا وتقاليدنا، ولنتعرف على عدة عادات وتقاليد الولايات الأخرى. نشكرهم على هذا الاستقبال الجيد وعلى هذا التنظيم الرائع اللي قامت به وزارة الشباب والرياضة، بحيث قمنا باللباس التقليدي، بالجلوس باللباس التقليدي والمأكولات التقليدية وما يخص أجدادنا.